مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بحضراتكم في استوديو الشارع. هنفضل دايما في استوديو الشارع نسعى لبث الطاقات الايجابيه من خلال ابراز ما يتحقق من انجازات ملموسه على الارض. اهلا بحضراتكم على الهواء مباشره والحديث عن بدايه العام الدراسي الجديد. كل سنه وحضراتكم طيبين. تقريبا 3 أسابيع وينطلق العام الدراسي الجديد، ولكن هذا العام بقواعد مختلفه. الدراسة في زمن الكورونا، هنتكلم النهاردة مع حضراتكم عن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واعتبار مادة التربية الرياضية من مادة نشاط إلى مادة رسوب ونجاح، ولكن لا تضاف إلى المجموع الكلي. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله؟ يعني مادة التربية الرياضية أو الألعاب بتاعت زمان بقت مادة نجاح ورسوب، هتبقى من 20 درجة وتقسم 5 درجات للثقافة الرياضية، 5 درجات للمهارة، 5 درجات للياقة البدنية، و5 درجات لممارسة التربية الرياضية. ال20 درجة دول مش هيضافوا على المجموع الكلي، لكن هيبقى فيهم نجاح ورسوب. ليه ده؟ ده بيتفق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية وتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتوجيه ب 100 مليون صحة، المبادرة الصحية اللي حضراتكم كلكم عارفينها والخاصة بالأطفال، وهي محاربة أمراض السمنة والتقزم لدى الأطفال. في ناس ممكن تشوف إنه إيه يعني الرياضة أو مادة التربية الرياضية الألعاب بقت اتحولت من نشاط لمادة رياضية. الحقيقة ده حاصل عشان نشوف ولادنا بصحة أفضل، وعشان لو هيقدروا يحصلوا علميا كويس لازم يكونوا صحيا كويسين. يعني ايه طفل او طالب في ابتدائي عنده سمنه فهو مش قادر يركز مع الدروس اللي بياخدها؟ عشان كده ماده التربيه الرياضيه بدايه من العام الدراسي القادم هي ماده نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع، وبالتاكيد ده بهدف الحفاظ على ابنائنا من الطلبه والطالبات. كل سنه وحضراتكم طيبين. بعد فاصل قصير مكملين مع حضراتكم وهنقابل ضيوفنا اللي هيكلمونا النهاردة عن الأنشطة الرياضية داخل المدارس، وهيكلمونا كمان عن التغذية وازاي نطلع نشأ وولادنا يطلعوا بصحة كويسة ويقدروا انهم كمان يتعلموا بشكل كويس. استوديو الشارع هيفضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق، واستوديو الشارع هنفضل دايما دايما نبض الشارع المصري. القنوات التعليمية ده المشروع الحالي اللي بنبنيه ليلة نهار، يعني عشان ولادنا في الأيام اللي هيبقوا قاعدين في البيت هيبقى متاح ليهم المادة الدراسية على هذه القنوات. حضرتك برضو يعني دائما تشجعنا على موضوع اللياقة البدنية والتربية الرياضية، فاحنا بنتعاون مع وزارة الشباب بشدة ومع جهاز الرياضة في قوات مسلحة علشان طبعا هنعمل الرياضة مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل وعليها تقييم، والأنشطة الرياضية هتكون أساسية في الأيام اللي مش هيجوا فيها المدرسة. فدي حاجة بنوضبها دلوقتي بالتعاون مع الوزارتين في ضوء الأعداد اللي موجودة عندنا. يعني المعلمين فندم يعني مجموعة مهمة جدا، واعتقد انه زي ما دايما بنتكلم على القوات المسلحه والداخليه على انهم جناحي الامن في مصر، وطبعا الجيش الابيض اللي يعني الحقيقه عمل رائع اثناء جائحه كورونا، جيش الاطباء، في جيش ممكن اسميه جيش المعرفه او جيش المعلمين. اعتقد ان انا حابب اشكرهم على ما فعلوه اثناء جائحه كورونا والفتره اللي فاتت، وإيه اللي قدامهم، لأن هم طرف أصيل في كل ما هو قادم. فأنا بس حابب أشكرهم وأتمنى إن إحنا نقدر نخلي السنة دي سنة جيدة لهم يعني بإذن الله، لأن إحنا من ناحيتنا هنعمل كل المنصات دي وهنخلي بطريقة بنموذج اقتصادي يسمح للمعلم إنه يبقى له نصيب في أي دخل يأتي من أحد هذه المنصات. فكل اللي هيدرسوا معنا في المنصات هيبقى ليهم دخل إضافي، وكمان هنرجع مجموعات التقوية في المدارس علشان نقنن موضوع الدروس الخصوصية والناس اللي بتعمل في التعليم بلا أي مرجعية تربوية.
ونحمي الولاد من مخاطر كورونا ومن مخاطر انهم يروحوا في اماكن احنا مش عارفين مين يمتلكها. فمجموعات التقوية هيبقى فيه قرار جديد هيبقى مجزي جدا للمعلمين عشان يعملوا داخل مدارسهم بشكل قانوني والولاد يتم الحفاظ عليها ونبقى عارفين اكاديميا هم بياخدوا ايه. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد على الهواء مباشره، والحديث عن بدايه العام الدراسي القادم وماده التربيه الرياضيه هي ماده رسوب ونجاح، وتحويل ماده التربيه الرياضيه من ماده نشاط الى ماده اساسيه لا تضاف الى المجموع الكلي. الكلمه اللي حضراتكم شفتوها وسمعتوها دي كلمه الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاربعاء قبل الماضي، الاربعاء مش امبارح اللي قبله، في افتتاح السيد الرئيس الى عدد من الجامعات في مدينه برج العرب بالاسكندريه. بالتاكيد السيد الرئيس توجه بالشكر الى منظومه التعليم في مصر والمعلمين في مصر والدكتور طارق شوقي، لان الحقيقه المجهود اللي بذل خلال الفتره الماضيه يستحق الشكر والثناء. خليني ابتدي ارحب بضيوفي، ارحب بحضرتك الدكتور هيثم فتح الباب عضو اللجنه الاستشاريه لتطوير الانشطه بوزاره التربيه والتعليم. شرفنا منورنا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. أهلاً بحضرتك. وبالتاكيد الترحيب موصول بحضرتك الدكتوره شيرين متولي استشاري التغذيه وعلاج السمنه، شرفنا منورنا دكتور شيرين. دكتور هيثم عايز ابتدي مع حضرتك، ليه خلينا ماده التربيه الرياضيه ماده نجاح ورسوب بعد ما كانت ماده نشاط فقط؟ وعايز اعرف من حضرتك يعني ايه ماده نشاط فقط، واستراتيجيه وزاره التربيه والتعليم في تحويل ماده التربيه الرياضيه الى ماده نجاح ورسوب. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. طبعا احنا شفنا يمكن في غمط الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى توجيهات ان ماده التربيه الرياضيه الاهتمام بيها وتطويرها. صحيح. ودايما الوزاره لما بتدخل في مجال التطوير، يمكن احنا شفنا على مدار الخمس سنوات اللي فاتت تطوير في كافه المجالات. على مستوى المعلم وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى البنية التحتية، ولذلك كانت الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم جاهزة لما حصلت الأزمة العالمية بتاعت كوفيد 19، خلت الدول الأخرى تنظر إلينا نظرة إن احنا رجعنا تاني للتصنيف العالمي. فالسؤال اللي حضرتك بتقوله على الأنشطة، الأنشطة هي أحد مكملات بناء الإنسان المصري في كل شيء بقى، النشاط الرياضي والثقافي والفني، المحتوى التعليمي بيكملوا النشاط. ففي قطاع كامل في وزارة التربية والتعليم اسمه قطاع الأنشطة والخدمات، وبترأسه يمكن الدكتورة إيمان حسن اللي عاملة شغل كتير كويس جدا الفترة اللي فاتت في تطوير منظومة المنهج التعليمي، المنهج الرياضي، الأنشطة كلها الثقافية والفنية. في شغل اتعمل كويس جدا طوال الفترة، حتى لما حصلت الأزمة العالمية بتاعت كورونا كانت الوزارة والأنشطة جاهزين. اجتمعت اللجنة الاستشارية العليا للأنشطة وقلنا نعمل مسابقات أونلاين. المسابقات أونلاين اشترك فيها آلاف من الطلاب، اتعمل لجان تحكيم. مسابقات أونلاين بين الطلاب في الرياضة بقى، في الرياضة موجودين في الرياضة. ده الكلام ده في نهاية العام الدراسي الماضي في 15/3 بدأت تتعمل مسابقات رياضية في الجمباز والكاراتيه وكل الالعاب الفرديه، واتعمل لجان الطلبه كانوا بيشاركوا دكتور اشترك الاف الطلاب على مستوى الجمهوريه، لذلك لجان التحكيم كانوا بيتعبوا جدا في اظهار النتائج. وحتى هي الدكتوره قالت ان احنا ممكن ندي الجوائز اونلاين، يعني بلاش عشان الطلبه ما تجيش وتاخد الجوائز، نبعت لهم الجوائز ونشجعهم ونحفزهم عن طريق الاونلاين، وفعلا بعتنا لهم عن طريق البريد وحاجات زي كده. تمام. فالحمد لله يعني هو اهتمام من القيادة السياسية بملف التعليم بكل مشتملاته وكل محاوره، معلم ومؤسسة وأنشطة. الحمد لله أن مصر رجعت للتصنيف العالمي مرة أخرى. صحيح. دكتور شيرين، التوجيهات للسيد الرئيس دايما في المبادرات الصحية 100 مليون صحة واهتمام سيادته بالطفل في مبادرة 100 مليون صحة الخاصة بأمراض السمنة والتقزم لدى الأطفال، دايما بنشوف ان السيد الرئيس بيهتم بالطفل المصري علميا وصحيا. ازاي نقدر نحافظ على اولادنا صحيا من امراض زي السمنه وزي التقزم؟ اوكي.
انا بس خليني هاخد كلمه من الانترو اللي انت اتكلمت عليها محمد وانت داخل، لما قلت يمكن ناس كتير تقول ايه اهميه ان الرئيس وسياده الوزير صحيح. يتكلموا في مبادره زي دي، او ان احنا ندخل الرياضه ونعمل عليها فوكس ونخليها كذا. لما بيجي القرار استراتيجي بتبقى النظره اوسع والسكوب اكبر استراتيجيك، يمكن لما بيوصل تحت للشارع الناس ممكن تقول ايه ده، يعني هي دي ده الخطوه، بس دي الاداره الاستراتيجيه، انا بشوف سكوب كبير وبفضل اكسر 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 لغايه ما اجيب هدف اطبقه عشان يوصل لي للاستراتيجي. خلينا نبص على القرار ده ونربطه بالمبادرات الرئاسيه ل 100 مليون صحه واهتمام السيد الرئيس بصحه المراه بشكل عام وصحه الطفل كاسره كبنقل للمجتمع، هنلاقي الموضوع أكبر بكتير وأعمق بكتير من فكرة إنه الناس تقول إيه أهمية إن الوزير يتكلم عن عودة نشاط رياضي أو أهمية حصة التربية الرياضية أو النشاط الرياضي في المدرسة. لو شفنا أبعاد ده على بناء جيل كامل وأبعاده على جينيريشن جاية، هنلاقي إن المبادرة دي أو الانيشيتيف دي لا تقل أهمية مثلا عن حرب الريس للعشوائيات مثلا وبناء مجتمعات جديدة تطويرها وبناء مجتمعات حضارية. هنلاقي إن ده لا يقل أهمية عن الحاجات المخالفة والفساد وحاجات كبيرة جدا. هنتكلم عن أجيال طبعا، أجيال جديدة يا تطلع بصحتها يا تطلع تعبانة ومريضة. وأنا إيه فايدة أفضل أبني في كباري وأعمل عشوائيات؟ مين اللي هيقعد فيها؟ صح. مدام الشخص العنصر البشري فاسد، صحته مش كويسة، فاسد عقليا، فاسد صحيا، مفيش نوع من التمكين الصحي والعقلي، فأنا ببني أسمنت لأشياء خاوية. صحيح. فالمبادرة بترفلكت على حاجات أبعد بكتير من كده، سبيشلي لو اتكلمنا على تأثير الرياضة على التكوين الجسماني والعقلي والتحصيل الدراسي والاستيعاب للأطفال في المدارس، وعلى خطورة كاتيجوري معين في الدراسة اللي هم التينيجرز واللي هم الولاد اللي هو آخر ابتدائي وإعدادي وثانوي المراهقين وتأثير الرياضة عليهم. الموضوع كبير جدا وخطير جدا لما هنتكلم وإحنا ماشيين على تأثيره. طيب دكتور هيثم، يعني خلاص مش هنبقى زي زمان حصة الألعاب مدرس الانجليزي هياخدها او مدرس اللغه العربيه ياخدها، لا هيبقى في دراسه كامله وهيبقى في منهج كامل لماده التربيه الرياضيه. هو حضرتك في ملف التطوير او في الثقافه بتاع تطوير الانشطه دايما بص على نقاط الضعف الموجوده. نقاط الضعف الموجوده هي كلمه حصه الالعاب، الكلمه نفسها هي تربيه رياضيه. يعني الكلمه نفسها غلط. الكلمه نفسها غلط، هي لان هي حصه تربيه رياضيه بتقلل شويه ال سنه جيل حصه الالعاب. ما هو هي طبعا هي ما هو حضرتك ده موروث قديم او موروث في الثقافه المصريه، بس هي قللت حجم التربيه الرياضيه، المعلم بتاع التربيه الرياضيه. صحيح. هو تربيه في كل حاجه. صحيح. في الاخلاق، في الثبات الانفعالي، في بنيان الذات، في بنيان الوجدان بتاع الطالب، هو اللي بيكمل كل حاجة عشان نوصل للمحتوى التعليمي، لأن المحتوى التعليمي من غير الحاجات دي مش هتلاقيه موجود. فالنقطة بتاع المعلم، لا لازم المعلم يكون مدرب تدريب كويس جدا على المناهج اللي هيتم تطويرها عشان يقدر يمارس الطلاب التربية الرياضية بشكل كويس جدا. الأنشطة برضو المبلغ المخصص ليها هو مبلغ قليل شوية، المفروض يزيد في موازنة الدولة عشان يعني يبقى في مجال لاكتشاف المواهب وتنشيطهم يعني. صحيح. تمام. مخرجنا احمد معوض بيسال حضرتك يا دكتور هيثم، ممكن مدرس التربيه الرياضيه يطلع ابني يروح بطولات عالم او يروح اولمبياد مثلا؟ احنا شفنا يمكن النجم محمد صلاح، شفنا النني، شفنا نجوم كتيره جدا طلعوا منين؟ ما هم طلعوا من المدارس ومن الانشطه الرياضيه في دورات معينه كانت بتتعمل في النشاط المدرسي، طلع منه اللعيبه دي وبقوا سفراء لينا بره. فالنشاط الرياضي لازم ولي الامر يغير الثقافه بتاعته، ان هو بيقول لابنه لا ما تلعبش، ما تمارسش رياضه، اهم حاجه تدرس المواد. المواد هي مرتبطه ارتباط كامل بالانشطه. صحيح. دكتور شيرين، تاثير ممارسه الرياضه على اطفالنا، وتحديدا عايز اتكلم عن الاطفال لغايه 10 11 12 سنه، تاثير يعني ممارسه التربيه الرياضيه على اولادنا بتكون ايه؟ هو الدكتور اتكلم على حاجات كتير فيها، اتكلم على نقطه مهمه، على فكره ان الاهل اللي بيقعدوا يضغطوا على ابنهم اقعد ذاكر اقعد ذاكر ما تضيعش وقتك في اللعب او كده،
لو عرفوا مدى أهمية اللعب عشان يعرف يقعد يذاكر عمرهم ما كانوا هيكلموا بالطريقة دي. الأهالي بيقولوا انزل العب كورة عشان كل الناس عايزة أولادها تبقى زي محمد صلاح. عشان معضل محمد صلاح. طيب خلينا نقول تأثير الرياضة على الجسم أو تأثيرها على الطفل. أول حاجة ناخد التأثير العقلي اللي هو ده ليه علاقة باللي احنا بنتكلم فيه، التحصيل الدراسي وذكاء الطفل واستيعابه وتقليل الفرط النشاط، لو طفل عنده شوية فرط نشاط وتقليل وقلة تركيز ستريس ضغط عصبي كل الكلام ده. في بعض الأبحاث اتعملت لمجموعتين من الأطفال، مجموعة دخلوهم يمارسوا نشاط رياضي لمدة 10 دقائق وأطفال دخلوهم على طول على مسألة scientific problem، على مسألة علمية أو حسابية من غير، حطينا two groups، جروب لعبوهم سبور لمدة 10 دقائق وجروب دخلناهم ما لعبوش، والاثنين دخلناهم على مسائل فيها ذكاء وحاجات يعني scientific يحلوها. لقيوا ان الناس اللي تعرضوا او عملوا ممارسة رياضية لمدة 10 دقائق حلوا بذكاء اعلى بكتير وبقدرة على الربط العصبي العقلي لحل المشكلة او البروبلم العلمية دي اعلى بكفاءة اعلى بكتير من الطفل اللي دخل على طول عمل كده. فممارسة الرياضة بتعمل تغيرات حقيقية في البرين بتاعنا او في العقل بتاع الطفل، هي بتخلي حجم الخلايا في العقل بتزيد، يعني في الفص كده بتاع المسؤول عن الابداع وعن العلم وعن يعني في فص امامي فص خلفي في مخ معين، ده المساحه الحجم بتاعه بيزيد. احنا في تغيرات فيسيولوجيه بتحصل في جسم الرياضي، سواء في القلب الرياضي يعني القلب بتاع الرياضيين بيبقى حجمه اكبر من قلب الانسان العادي. صحيح. النبض بتاعه بيبقى اقل لان القلب بيبقى العضله اقوى، الحجم اكبر، فالانقباضه القلبيه عشان ضخ الدم مش بيحتاج يعمل مجهود وانقباضات اعلى عشان يطلع الدم عشان يستوعب، لا القلب الرياضي عارف لما انت راسي كده وحجمه اكبر واقوى فالضخه واحده بتوصل دم اقوى فبيبقى النبض اقل شويه عشان هو قلب اقوى. كذلك المخ اللي بيلعب رياضه الخلايا حجمها بيكبر قوتها بتزيد، الوصلات العصبيه للجسم بتزيد سواء للعضلات او للمخ من ممارسه الرياضه. الاكسجين اللي بيدخل جسمنا بيبقى نسبه الاكسجين اعلى، قدرته على يعني انه يستقبل كميه اكسجين مستقبلات بالنسبه له بتبقى الاكسجين اعلى لانه محتاج، لان طبيعي الرياضه بتزود النسيج العضلي فالعضلات بتبقى عايزه تحرق، فده هنقول ريفلكت برضو على السمنه دلوقتي بس احنا بنتكلم على المخ الاول. فحجم المخ بيكبر يعني قوه عضلات المخ قوه الاحجام السنترز في المخ بتكبر بتتحسن، شيخوخة المخ بتتأخر، فده كله بيعمل لنا ذكاء أعلى، حاجة اسمها تناغم عقلي عصبي يعني coordination يعني فبيقدر استيعابه وتركيزه بيزيد، الربط بين العمليات بيزيد، الافيشنسي بقى أو تحصيله الدراسي وقدرته على حل أعلى بكتير. أعلى بكتير جدا لأن مخه والمواصلات العصبية بتزيد، ففكرة طيب. إن أنا ألعبه قبل ما يدخل على تحصيل دراسي الدنيا بتبقى أعلى بكتير جدا من إن أنا أفضل أضغط عليه عشان يذاكر في مخ أضعف. تمام. دكتور هيثم أكيد في مادة التربية الرياضية ليها منهج، المنهج أكيد بيفرق ما بين إنه أنا صحتي كاملة وانه انا ممكن اكون عندي مرض سمنه شويه او ان انا مثلا عندي اعاقه بدنيه. تمام. اكيد اللي بيدرسه الشخص الكامل صحيا غير اللي عنده شويه لانه السمنه مرض. طبعا لو حضرتك في ذو القدرات الخاصه يمكن او اللي عندهم احتياجات بيتعمل لهم طبعا الوزاره بتعمل مناهج في مرونه فيها لذو القدرات الخاصه. عشان ما نقدرش نحكم على كل الطلبه بمعايير واحده او نقيمهم بمعايير واحده. كويس. في طالب بيختلف عن التالي فلازم المناهج تكون مختلفه ولازم يتعمل لهم حاجات خاصه بيهم، وده معمول فعلا في وزاره التربيه والتعليم. النقطه الثانيه كنا بنتكلم عليها نقطه الضعف الثانيه اللي هي الملاعب، زي ما قلت لحضرتك عليها كثافات الفصول زايده، فبالتالي اللي هو الحوش بنسميه حوش المدرسه او الملاعب بتاع المدرسه فعلا فيها مشاكل في، وده بسبب مشكله مجتمعيه اللي هي زياده الكثافه. دي يعني مشكلة مجتمعية بتضطر تبني فبتاخد اجزاء من الملعب نفسه. فحضرتك في الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ده موجود الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ده بيرأسه معالي الدكتور وزير التربية والتعليم وفي مجموعة من وزارة الشباب والرياضة، ان شاء الله هيبقى فيه اكيد تكامل للاستغلال. بس انا ما سمعتش عنه خالص ده يا دكتور،
يعني ملوش ممارسات ما شفناهوش. هو لسه منشأ لسه قريب جدا. بس هو الهدف منه ان استغلال الملاعب في مراكز الشباب والرياضة لتغطية الاحتياجات بتاعة المدارس، فده مهم جدا ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى في تنسيق على اعلى مستوى من خلال الاتحاد ده اللي انا احد اعضائه، يعني ان شاء الله هيبقى في تنسيق كامل عشان ننشط الملاعب بتاع المدارس عن طريق مراكز الشباب اللي موجودة في القرى وفي النجوع وفي المدن. إن شاء الله كله ده يستغل عشان يبقى فيه الجزئية اللي فيها نقطة ضعف دي تتعالج من خلال وزارتين، تنسيق بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة الشباب والرياضة. دكتور شيرين، إزاي يعني هستغل بقى وجود حضرتك، إزاي أغذي ابني كويس أو إزاي أغذي الطفل كويس وهو رايح المدرسة؟ ده موضوع كبير، ده حلقة تانية لوحدها. ازاي اغذي طفل كويس؟ مش عارفة، خلينا نقول مثلا يعني اديله كده في اللانش بوكس زي ما بي اديله ساندويتش فينو في لانشون واديله عصير وزبادي وكده، ولا شوكولاتاية بقى بالمرة عشان تكمل الحكاية عشان تديله قلم؟ كل ده غلط. كل ده غلط. انت كده بتموته، انت كده بتجهزه. احنا لسه كنا بنتكلم ازاي ندخل المبادره دي عشان نطلع جيل اصحاء يقدروا يكملوا ويرفضوا البلد. انت كده تديله قنبله موقوته تموته بيها وتجيب له تعرضه بنسبه عاليه جدا للسكر تايب 2، بتعرضه للكانسر، بتعرضه للغباء وقله التحصيل الدراسي، بتعرضه لفرط النشاط وقله التركيز. انت مديله قنبله موقوته بتقول له روح موت، يعني كل يوم بحط حاجه موتك بيها. احنا الحقيقه قبل الهواء انا والدكتوره شيرين على السؤال ده، انه انا اسالها هندي ايه لاولادنا، وهتكلم على كل الحاجات الغلط اللي احنا بنديها لاولادنا عشان هي تصلح لي الحياه. فصلحي لي يا دكتور شيرين. بالظبط كده، اللانش بوكس من الحاجات الخطيره جدا كقنبله موقوته لو ما استغلناهاش صح. وفي حاجه تانية بقى، بما اننا ممكن يبقى وزير التعليم ما سمعنا او حاجه، او الرئاسه كمبادره الرياضه، مبادره كانتين المدرسه بليز، يعني خلوا بالكم زي ما هنلعب رياضه نحسن القنبله الموقوته التانية في المدرسه اللي هي الكانتين. يعني احنا شلنا عامل خطوره عالي جدا بدخولنا للرياضه وانها انيشيتيف وبنشتغل عليها، كمان نبص على الكانتين والبلاوي اللي بتتباع فيه اللي هي كمان مدمره لاطفالنا. نرجع احنا بقى من البيت، احنا السورس، يعني احنا الاصل اللي بنطلع للولاد. الاول قبل ما ينزل اخليه يفطر ولا لا؟ يعني بتخانق معاه بقى بقول لك ايه انت لو ما فطرتش. بالظبط، الفطار مهم جدا للتحصيل الدراسي، لرفع مناعه الطفل، لبدايه الانرجي وشغله. عمري ما اسيب ابني ينزل جعان من البيت وهو نايم طول الليل، فنسبه السكر قليله جدا جدا في جسمه، فالطفل يبقى صاحي متاخر وبيجري ومش عارف ايه ومش واكل حاجه. فالبديل انه هيدخل المدرسه عايز اي حاجه سكريه من السكريات السريعه الامتصاص عشان تساعده انها ترفع او تضخ كميه سكر عالي جسمه، فيحس انه فاق كده بسرعه. يعني لازم يفطر، لازم يفطر. الفطار هي اهم وجبه في حاجات في حياه الطفل، والام اللي تنزل طفلها من غير فطار انا بعتبرها جريمه في حق ابنها، لان هو قاعد ساعات طويله نايم جسمه ما كانش فيه سكر، فهو محتاج يرفع، محتاج يفوق. في دراسات كتير اتعملت عن التحصيل الدراسي والفرق الكبير بين طفل نازل من بيته فطران وطفل مش فطران. طيب اديله ايه بقى وهو نازل رايح؟ نديله العناصر الغذائيه المهمه ليه، يعني بلاش عيش فينو. بص، في الاطفال هو يفضل عيش اسمر او عيش بلدي، بس طبعا في الطفل إن هو خطوره ياكل عيش فينو ولا خطوره ينزل من غير فطار؟ ما احنا بنكمبير ايه بايه. فاي حاجه ياكلها احسن بكتير من انه ما ينزلش، انه ما يفطرش. فكره بقى ان انا بضربه عشان لازم ياكل بيض مسلوق، عشان افهمه ان البيض اهم حاجه. فكره ان اتخانق عشان يشرب كوبايه لبن، واه مش بحب اللبن وهموت وهرجع. يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده، ياكل اي حاجه هو بيحبها. الطفل في اولويات، عارف فقه الاولويات، في اولويات. هو الاولويه ان ياكل البيض ومش عارفه ايه، ولا الاولويه ان ياكل حاجه اصلا وانزله بسكر دم زيرو وينزل منهار فيجري على شوكولاتايه ولا على بسكوتايه ولا كيس شيبسي في المدرسه؟ ولو كل حاجات مقليه وحاجات ما فيهاش فايده يعمل ايه؟ مصيبه. فعشان كده بقى نكنترول بقى الحنفيه من اولها من عندنا، ان انا اكون حاطاله اي مصدر فيه بروتين، اي حاجه بيحبها، شويه فول، بضايه، حته جبنه، اي مصدر بروتين، اشوف هو بيحب ايه واديله الحاجه اللي بيحبها، علبه زبادي، شويه لبن. تاني حاجه عنصر بروتين، ده العنصر البناء. احنا اطفالنا بيحرقوا مفرمه لكل حاجه، عشان المفرمه دي كده بتطلع العظم والهرمونات والنسيج العضلي وخلايا المخ والنمو. ف
فالطفل عبارة عن مفرمة لأي حاجة بيأكلها. فحتى لو الحاجة يعني مش هنبقى محسوكين قوي معهم زي احنا في السن الكبير اللي هو لازم أكل عيش مش عارفة في ايه، هو ده الأفضل. بس احنا بنتكلم على تغيير عادات، على بناء عادات جديدة. لسه هنتكلم عن تغيير العادات، احنا بنتكلم في البناء. يبقى أول حاجة فكرة انه يفطر ده شيء مهم قوي. فكرة ان انا اديله البروتين كعامل بناء، طب حاجة تديله طاقة، اي نوع نشويات، حتة عيش فينو بقى أسمر، توست، عيش بلدي اللي هو أفضل حاجة بتاع الحكومة اللي فيه ردة أسمر، أفضل شيء. اللي هو بتاع التموين ده، اللي هو بتاع التموين اللي هو نرجع تاني الأم ما تتكسفش. إن يعني فكرة إن إحنا بقينا ناس أليجنت كده ودخلنا في كاتيجري عالي، فتكسف إن ابني يطلع العيش البلدي قدام صحابه. خلونا نغير الكونسيبت ده. فكرة ان انا اطلع العيش الابيض ده كله ضغط تجاري علينا، ده ملوش اي علاقة بان انت ابن ناس كده مستواك اجتماعي كويس. فما نتكسفش من الفكرة ده. تاني حاجة، حاجة فيها بروتين، فيها احنا قلنا بروتين ونشويات عشان الطاقة، وبروتين كعامل بناء. حاجة بقى فيها فيتامينات ده ملوش عصير معدنية. لسه لغاية دلوقتي ما عصير بتاع كل يوم ده، ما استنى بقى ما تخلي ده لانش باكس حتة حتة. بروتين واملاح معدنية، اقطع اي حاجة يعني ساندوتش الجبنة بالخيار ده بتاع ماما بتاع زمان، او جبنة عليها جرجير او فول عليه شوية خضار او الكلام ده، ده حاجة مهمة جدا. تمام دكتور هيثم، بالتأكيد كل اللي بيتفرج علينا مستغرب، لانه انا شخصيا استغربت في البداية مادة التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب. التقسيمة اللي قلتها في المقدمة دي مظبوطة؟ سليمة. الاربعة في خمسة تمام، للياقة والمهارة، المهارة والثقافة. تمام. عايزين نتعرف عن التقسيمة، خمس درجات للثقافة الرياضية، خمس درجات للمهارات، خمس درجات للالتزام بالممارسة. يعني هو منهج، يعني حضرتك هو منهج زيه زي المواد، زي الدراسة، زي العلوم العادية. فالمنهج ده متقسم للمهارات نفسها، في ثقافة وفي مهارات، وفي هو ليه أهداف في الآخر خالص لازم تتحقق، اللي هي ان انا ابني الطالب وجدانيا ومهاريا، واطلع منهم طلبة مهرة ينفعونا في بطولات بره بقى، في بطولات عالمية وبطولات افريقية، ويبقى عندنا مواهب من خلال المدارس. يعني حضرتك المدارس هي وحدة تفريغ للموهوبين، لازم الموهوبين دول اعرفهم واطلعهم من كل محافظة وابدأ ااهلهم عشان اطلع اجيال قادرة على كل حاجة بقى في القيم وفي الاخلاق. ويمكن انا بشيد يمكن فخامة الرئيس لما نزل السنة دي كتاب أو إدى توجيهات لمعالي الدكتور طارق شوقي بنزول كتاب القيم والأخلاق. القيم والأخلاق دي مهمة جدا، إن أنا أبني طالب ما يميزني، ما يكونش فيه أساس على أساس الدين أو على أساس الجنس أو على أساس العرق. فمهم جدا إن إحنا نبني الأخلاق من خلال المناهج ومن خلال الرياضة المدرسية. الرياضة هي أحد الأسس لبناء الإنسان المصري المتكامل وجدانيا وصحيا وبدنيا في كل شيء. لو مدرس التربية الرياضية لقى انه عنده طفل عنده مهارات عالية جدا بس مش مشترك في نادي، ممكن يعمل ايه للطفل؟ حضرتك الوزارة بتعمل مسابقات على مستوى الجمهورية، وبتاخد الطلبة المواهب وبتكتشفهم وبتطلعهم في جميع البطولات، وبيشاركوا بطولات سواء عربية او افريقية. فالوزارة بتهتم جدا بالنقطة دي، باكتشاف المواهب و يخلوهم ينافسوا على مستوى العربي والمستوى الأفريقي والمستوى العالمي بعد كده. فالوزارة مهتمية بتفريغ المواهب من المحافظات في الأنشطة الرياضية، وجعل منهم حد يبقى كويس وموهوب وعلى مستوى العالم إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة شيرين، في ممنوعات، في حاجات ما ادهاش خالص لطفلي وهو نازل رايح المدرسة؟ في حاجات وفي عادات عشان نطلع جيل كويس سليم. خلينا نقول استراتيجي كده اعتمدتها الجمعية الأمريكية لطب الأطفال، ممكن تعمل للأمهات زي جايدنس أو تساعدهم بشكل عام على تربية الطفل بشكل صحيح. الجمعية الأمريكية لطب الأطفال اعتمد استراتيجي حاجة اسمها 5-2-1-0، 5-2-1-0. هي اسمها كده، هي الاستراتيجي اسمها 5-2-4 مثلا يعني 5-2-1-0. خمسة بتقول ان الطفل ياخد في اليوم على الأقل خمس حصص من الخضار والفاكهة المتنوعة من كل الألوان والأشكال على مدار اليوم. يعني تدخل له الأم فاكهة وخضار في أي وقت في السناك، بدل ما تديله فلوس يجيب شوكولاتة أو بسكوت أو كيك اللي معمول في
في الكانتين في اكياس مغلفه وفي مواد حافظه وفي سكر صناعي وفي الوان مضافه وفي حاجات بتتحقن عشان الكيس يفضل مقرمش كده ومنفوخ وحلو والحاجات ما تبصش جوه. فاحنا ندخل يعني ياخد تفاح معاه، ياخد موز، ياخد اي فاكهه متقطعه يتقطع له. المهم في اللانش يبقى في خمس وجبات، خمس حصص على مدار، يخشوا في السناك، يتحطوا في اللانش بوكس، يتقطعوا في الساندوتشات مثلا زي ما قلنا جبنه بخيار الكلام ده. خمس حصص على مدار اليوم، على مدار اليوم. على مدار اليوم خلاص. فنقدر في اللانش بوكس باك تو فكره اللانش بوكس، فممكن نقطع له مثلا خيار، جزر، فلفل الوان، شويه بقدونس. في اتنين بقى، لا ما دول التنوع في حصه. ما دي حصه كده، دي اول حاجه في الاستراتيجيه الخمسه. دي خمسه. في اتنين بقى، تو بقى ان الطفل ممنوع يقعد اكتر من ساعتين قدام حاجه اسمها نان ايدوكيشنال الكترونيك سكرين. يعني ايه؟ اي شاشه موبايل الكترونيه بس بغرض غير تعليمي، سبيشالي في ظروف الكوفيد. فاحنا بننزل اوقات اونلاين، يعني هيبقى في جزء اونلاين ايدوكيشن، فالحاجه التعليميه مش هنتكلم فيها. ان هو يقعد في نشاط، هم كان قصدهم 20 مش 2، ان الاولاد يقعدوا بالعشر ساعات على لو تعرف تاثير الحاجات الالكترونيه على مخ الطفل وعلى استيعابه الدراسي وقدرته على التركيز، سبيشالي الالعاب الجديده اللي فيها نقل بسرعه جدا للحركه وللالوان وللاوضاع. يعني فكره الطفل قاعد بيلعب، اللي هم بيلعبوا بقى بالجنز ويقعدوا يجروا، والوان واصوات وتحركات، فكره التغير السريع جدا في اللون وحركه العين وربطها بالبرمجيات العصبيه للطفل، دي بتدمر له مخه وبتدخله في الحاجات اللي الدكتور اتكلم عنها. قد ايه بيبقى عنده تندنسي للعنف، قد ايه بيبقى عنده فرط نشاط، لانه خلاص هو قاعد. انت لو تشوف ابن اولادنا كلنا، يعني مش هنضحك، يعني اولادنا كلهم ما بيلعبوا على البلاي ستيشن والالعاب الجديده دي كلها اللي طالعه، الولد قاعد متعصب والالفاظ اللي بيقولها انا قتلته، انا عملته، عشان الكبار بيقعدوا يلعبوا. انت كمان بتلعب معاهم في البلاي ستيشن؟ مصيبه بقى انت. طب عايز الولاد يعملوا ايه لما بيقلدوا بابي؟ يعني اتنين الشاشه الالكترونيه ما يقعدش اكتر من ساعتين بيلعب قدام موبايل، سمارت فونز، اي حاجه. تالت حاجه 5 to 1 اللي هو ليه اتليست على الاقل ساعه نشاط بدني يلعب رياضه، يعني يمارس رياضه. ماده التربيه الرياضيه يا دكتور هيثم، دي الاستراتيجيه اللي معتمداها الجمعيه الامريكيه لطب الاطفال، لانه عشان تنشئ. ولما بنقول استراتيجي ده الليست، يعني ده اقل شيء ما ينفعش اقله، انت زود بقى ساعة نشاط بدني، في حركة فعلية ونشاط بدني، رياضة، ننزله نادي في تيم، بيلعب لعبة، إن شاء الله حتى ينزل عجل، يجري، يلعب مع أصحابه في الشارع، يمارس الرياضة، يمارس نشاط بدني. زيرو بقى، زيرو إنه محرم وممنوع نحط أي أديتيف سكر صناعي مضاف للأطفال. لو السكر الأبيض، أبيض، أصفر، بني، عسل، أي سكر مضاف، سكر غير طبيعي. السكر، طب السكر اللي مسموح بالاطفال هو اللي جاي من الفاكهه، اكله تفاحيه، اكله موزايه، اكله تين، اكله بلح، اكله اي حاجه فيها سكر، مانجاي، الحاجه اللي موجوده في السيزون. طيب هنا بقى كنا نسمع برضو من دكاتره استشاريين زي حضرتك كده، بلاش تاكل عنب كتير عشان السكر اللي فيه بيتخن. مين اللي بلاش؟ للكبار ولا للصغار؟ للكبار والصغار. طفل عنده سكر تايب 1، يعني طفل مولود عنده سكر مرض، ولا طفل سليم؟ طفل لا قدر الله عنده مثلا كانسر، الله اكبر، يعني على اولادنا، ولا طفل سليم؟ فاحنا بنتكلم طبعا الحاجات السليم. الطبيه مش بنتكلم على الاكسبشن. طب هنتكلم على السليم. السليم ده ابن حضرتك اللي هو مفرمه وبيكون هرمونات وبيعمل عظم وبيعمل خلايا وبيعمل نسيج عضلي، فمحتاج كل حاجه، محتاج كل املاح معدنيه، محتاج كل سكر، محتاج. ولا حضرتك في سن معين قاعد على المكتب بتشتغل على الكمبيوتر، ما بتتحركش، بتسوق عربيتك، معدي سن معين حرقك مختلف، قاعد في ستريس طول النهار، فممكن شويه السكر مع الاستريس بتاع شغلك فيدخلك في امراض تانية. هسال حضرتك أطفال عن السكر والسكر الاطفال بعد ما اسال دكتور هيثم. دكتور هيثم، الوزاره قالت انه هيبقى في حصتين في الاسبوع. تمام. اولا هل حصتين بس كافيين؟ لسه الدكتوره شيرين بتقول لازم يبقى في ساعه يوميا رياضه، بالتاكيد مش وزاره التربيه والتعليم هي اللي هتخلي اولادنا يمارسوا الرياضه بس في المدارس. تمام. لازم يمارسوها كمان بره المدارس، لكن ممكن نشوف ان ماده التربيه الرياضيه ماده موجوده بعد كده زي العربي والانجليزي في المدارس.
هو حضرتك المناهج الجديده في تطوير التعليم، المناهج اللي اتعملت خصوصا في المراحل الصغيره من كيجي الصف الاول الثاني الابتدائي والسنه ان شاء الله الصف الثالث، المناهج دي كلها اتعمل فيها جزء خاص بممارسه النشاط داخل القاعه نفسها. يعني حضرتك هو الماده نفسها احنا زمان كنا بنعتمد على الحفظ والتلقين، سياسه الدوله حاليا لا، طلع طالب يحلل يبتكر، الطالب يكون عنده المنهج الابداع وليس الحفظ والتلقين، يبقى حافظ وشخصيته مش متكامله. الوزاره حاليا بتبني الشخصيه المتكامله في كل شيء، فالمناهج في السن الصغير زي ما الدكتوره تفضلت وقالت لا، هيبقى في جزء ساعه على الاقل في اليوم لممارسه الانشطه داخل المنهج نفسه، فده معمول لحد الصف الثالث الابتدائي السنه دي، وان شاء الله المنظومه ماشيه على طول. يعني يبقى من اول الثالث للثالث الابتدائي لغايه الثالثه اعدادي، لغايه الثالثه اعدادي لا، هو في حصه تربيه رياضيه لسه المناهج ما اتطورتش في المرحله اللي هي من رابعه ابتدائي لغايه ثالثه اعدادي، لسه ما فيش تطوير، فهتبقى في حصه تربيه رياضيه او حصتين تربيه رياضيه، لكن المناهج الجديده كلها اللي الوزاره عاملاها بتعتمد على ان الطالب يبقى مبسوط من الماده، فرحان وهو بياخد الماده، ولذلك حضرتك لما اتطورت المناهج على مدار الخمس سنوات اللي فاتت نسبه الحضور في المدارس ارتفعت، الطالب بقى حابب انه يروح المدرسه. بس مش هتتلغي كمان يا دكتور هيثم، يعني مش هنيجي في حصه التربيه الرياضيه نلغيها عشان اتضغطنا في المدارس فنخليها حصه انجليزي. ما هو ده بقى زي ما حضرتك بتفضل وتقول ان مدير المدرسه لازم الثقافه بتاعته تتغير، ان ابدا ما تلغيش حصه التربيه الرياضيه، الغي اي حصه ما عدا التربيه الرياضيه. تغيير الصوره الذهنيه عند ناظر المدرسه او مدير وولي الامر، ولي الامر الاثنين مع بعض، ولي الامر لازم يكون مقتنع جدا ان التربيه الرياضيه هي اللي بتبني مع المنهج الاكاديمي ابنه، ومدير المدرسه لازم انه لما بيلغي حصه التربيه الرياضيه في اليوم الطالب بيقعد منكسر. حضرتك انا شفتها في مدارس كتيره، هو رايح مبسوط عنده حصه تربيه رياضيه النهارده واتلغت، الطالب بيبقى صعب جدا بالنسبه له. طيب هنا بقى خليني اسال حضرتك سؤال مهم، هو احنا هنزود على ولي الامر اعباء دراسيه؟ يعني لازم هيجيب تريننج معين، هيجيب تيشرت معين، ولا مفيش بقى؟ يعني مفيش الاعباء دي برضو حضرتك على حسب رؤيه مدير المدرسه. حضرتك انت في مصر في 55,000 مدرسه، فصعب جدا ان انت توحد قاعده على الجميع. رؤية مدير المدرسة لو الموضوع بإقناع عن طريق مجالس الأمناء وكده بيقنع أولياء الأمور، بيجيبوا مثلا لبس موحد، بيعملوا فريق مثلا للمدرسة فبيدوا بيعملوا تكلفة أو من النشاط بيسلفوا عليه، فدي على حسب رؤية مدير المدرسة. صحيح. دكتور شيرين اتفضلي. قبل ما تسالي اتفضل. انا بس عايزه اضيف على بوينت اللي دكتور قالها، هو ليه الطالب بيبقى فرحان عشان هو عنده حصه بي اي النهارده او حصه رياضه، هي ليها بعد علمي ابعد، عشان كده بقول لك الانيشيتيف هي ليها ابعاد كبير جدا، اكيد الدوله درستها على ما قدرت تاخد، على ما وصلوا ان هم ياخدوا القرار ده. الفكره ان انا لما بلعب رياضه، الرياضه بتفرز هرمونات السعاده، احنا عندنا هرمونات في الجسم اسمها هرمونات السعادة، اللي هي مثلا اللي بتخلي الكبار عشان يوصل لإحساس السعادة ممكن حد ياخد مخدرات عشان يجيله إحساس الإفوريا ده، اللي هي الشوكولاتة عند الأطفال أو الشوكولاتة عند الأطفال أو السكر أو جانك فود أو مثلا أنت لما تبقى علاقة حب جديدة بتفرز هرمونات سعادة بتعمل عشان فيها نوع من الحاجات المهدرجة وفيها سكر مضاف بشكل كبير، فعشان كده الطفل ده إدمان، عشان كده بنقول بنخرجها بعادات بالتدريج لأنه ليها خطورة. الرياضة بتعمل نفس الشيء، بتفرز نفس هرمونات السعادة لو لعبت شوية رياضة اللي بتاخدها من المخدرات، من السكر، من لو داخل في علاقة عاطفية جديدة وعندك الإحساس النشوة العالي جدا ده، أو من الحاجات اللي ممكن تلات أرباعها مضر بس بتفرز نفس الهرمون. نفس الإحساس بيجي لك لو لعبت رياضة، الرياضة بتفرز هرمون السيروتونين والدوبامين اللي هم على رأس لستة هرمونات السعادة، فمش بس فكرة إن أنا رايحة النهاردة هو رايح مهيئ نفسياً، مش كل اليوم ضل علم 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 ومحبوس وقاعد والناس ضرب ضرب مفيش شتيمة كمان، غير الإحساس اللي أنا رايحه الصبح وعندي الأنرجي ده، كمان فعل الرياضة نفسه فعلاً فعلاً بيفرز هرمونات السعادة بتخليني خارج قد ايه مبسوط والاسترس رايح ومتقبل ان انا اخد اي دراسه بعدها. لو دكتور هيثم الرياضه وماده التربيه الرياضيه بتخلينا وبتخلي اطفالنا يفرزوا هرمونات السعاده، هل ممكن مدرس التربيه الرياضيه يفرز هرمونات تانية غير هرمونات السعاده للاطفال فيضايقهم؟
يعني معلم التربية الرياضية هو زي ما أقول لحضرتك هو لازم من تأهيله بشكل أكثر فعالية، لأن دي برضو من النقاط الضعف إنه في بعض مش متخصصين بيدوا مادة التربية الرياضية في المدارس، فالمفروض يبقى خريج تربية رياضية ويكون مؤهل تأهيل تربوي كويس جدا على تدريس مادة التربية وتحبيب الطلاب في ممارسة التربية الرياضية واكتشاف مواهبهم. يعني هو مش دوره إن هو بيعمل تقسيمة، لا ده منهج فيه مهارات وفيه إزاي علم الطالب العمل في روح الفريق وروح الجماعة والثبات الانفعالي. لازم أمكن الطالب من أحقق أهداف المادة، فلابد من تأهيل معلمين التربية الرياضية، ودي دور بتقوم به الأكاديمية المهنية للمعلمين بتأهيل المعلمين. إن شاء الله في الفترة الجاية هيبقى في تأهيل كامل للمعلمين إن هو يقدر يطلع طالب نموذجي في كل شيء. دكتور شيرين، حضرتك اتكلمتي عن السكريات وضرر السكريات في الاستراتيجية اللي حضرتك اتكلمتي فيها 5-2-1 من المحرمات زيرو، يعني من المحرمات. كلنا عندنا أطفال وكلنا أطفالنا بيحبوا ياكلوا على الزبادي سكر كتير. لو أنت كنت معودهم على كده، يعني هما بيتعودوا، إحنا ما يعني هما اللي بيعودونا. بيشوفوك بتعمل كده وبيشوفوا إن عادة البيت إن إحنا السكر مرتبط بالزبادي، هو ما يعرفش، أو يعني إنه محدش قال له لأ فهو عمل كده. طيب أنا ببقى في حيرة، أخليه يبطل السكر اللي عليه الزبادي اللي عليه السكر فيخسر فوائد الزبادي، ولا سيبه بالسكر بالزبادي يعمل ايه؟ هو انت حضرتك لو دخلت على ابنك الصغنن ده ولقيته بيشرب سيجاره عشان حضرتك تشرب سجاير وتقول له السجاير وحشه وغلط ووحشه وانت بتشرب قدامه سجاير، ولقيته هو دخل عليه فجاه وهو صغنون كده بيشرب سجاير، هترده من البيت؟ خلاص طب جايبني ليه تتكلم معايا؟ اتفضل. الاطفال هم اكبر استثمار في حياتنا. حضرتك لو عامل مشروع صغير كده في اي دراسه جدوى للمشروع انت بتبقى فاهم ان في اول سنه انا بصرف من جيبي وبصرف وقتي وبقعد للمشروع وبنقعد نقول اتس ماي بيبي وبنفضل معاه وبنكبر سوا وبننجح لغايه ما المشروع يبتدي يجيب لك مردود، بتكون صرفت اللي حيلتك، عملت دراسه جدوى، عملت وقتك. كمان ابنك هو مشروعك الحقيقي، هو الاسيت الحقيقيه في حياتك، فلازم تستثمر. لما الاقي ان انا من الاول مش المفروض، لان هو الاطفال مهما اتكلمت هو مش بيسمع، هو صحيح. بيشوفك بتعمل ايه لان انت الموديل بالنسبه له وبيقلدك، هو مولود ابيض هو مش فاهم ما يعرفش ايه اللينكات. احنا اللي ربطنا ان الشاي جنبيه حته جاتو، ان لما نبقى هكافئك هاكلك هجيب لك ديليفري من بره، انه في الاعياد الميلاد والحفلات احنا بناكل جاتوهات، ان الزبادي ده بيتحط على السكر او السكر بيتحط على الزبادي، او إيه انت اللي ربطت له الروابط السايكولوجيه النفسيه. هو مش فاهم ده كويس. هو ربط المفروض ان انا ما اعملش ده من الاول، ابتدي بقى انفست. لو بعمله بقى ابتدي انا اغير، لان هو بيقلدني، هو مش بيسمع هو بيشوف، بيربط حاجات معينه في دماغه بتتحفر فبيبتدي يقلد حضرتك. ما ينفعش حضرتك تكون بتكذب وهو بيسمعك بتكذب وتقول له بس انت ما تعملش عشان ده حاجه وحشه، فعشان انا بدخن قدامه واقول لهم ما تشربش السجاير عشان دي حاجه وحشه. ما ينفعش انا بشرب عشان 5 معالق سكر وشايف ده وشايفك قاعد مبسوط وبتسمع مزيكا وانت بعد ما حطيت سكر على الشاي وتقول له ده حاجه مش مبسوطه مش بتبسطني. طيب ابتدي اغير عادات ازاي؟ فكره انشاء عاده جديده وفكره ريبليس، ان انا اشيل عاده قديمه اتربى عليها وربطها بالسعاده او ربطها بحاجه او طعم السكر طعمه حلو طبعا، ان انا ابتدي اكون عاده جديده هتاخد وقت. يعني حط في نفسك مثلا قدامنا سنه هيكون ان احنا منعنا السكر في البيت. دكتور هيثم، كنا زمان بنشوف دوري المدارس تمام، وشفنا لعيبه كتير وابطال كتير جدا طلعت من دوري المدارس. مع عوده مادة التربية الرياضية للمدارس بشكل قوي ومادة أساسية من مادة نشاط تمام، ممكن نستغل ده ازاي؟ هو حضرتك الوزارة بتعمل خطة استراتيجية بتتعرض على معالي الدكتور الوزير، بيبقى فيها المشاركات في جميع الألعاب سواء كرة يد أو كرة قدم أو كرة باسكت، مشاركات محلية داخلية داخل المحافظات، وبنعمل تصفيات بعد كده الإدارة المركزية للأنشطة بتعمل التصفيات النهائية في المدينة التعليمية، عندهم ملاعب في المدينة التعليمية في مدينة أكتوبر، بتعمل تصفيات وبنطلع وبنجيب ناس بتوع تسويق يشوفوا برضو اللعيبة، ممكن نطلع لعيبة من المدارس يكونوا متميزين جدا. فدي نقطة من النقاط المهمة جدا،
اللي هي الملاعب الرياضيه، ان احنا ازاي نستغلها وازاي يعني الطلبه بتاعتنا نكتشف منهم مواهب كويسه. كل المدارس دلوقتي فيها معلم ماده تربيه رياضيه، ولا هتضطر انه مع الوقت ممكن نشوف لو مدرسه ما فيهاش معلم تربيه رياضيه ممكن يبقى موجود؟ طبعا هيستكمل لو في حاجه ناقصه هيستكمل الفتره الجايه، وان شاء الله يبقى ناس متخصصه في المجال الرياضي باذن الله. يعني دكتور شيرين، اهم نصيحه حضرتك ممكن تقوليها ايه للامهات؟ والحقيقه احنا لازم نخاطب الامهات لان هم اللي بيتعاملوا مع اطفالنا بشكل مباشر، وتقولي لنا الكمامه ازاي ولادنا يلبسوها. اول نصيحه هنقولها ان الام انت الماضي وانت الحنفيه بادئه من عندك، ما تبقيش بتحطي قدام الطفل مغريات وبتدخلي عادات غذائيه غلط للبيت وتقولي له احنا كلنا هنشرب بس انت ممنوع عشان انت مثلا تخين او عشان انت واتيفر، وتعمل له مشاكل سيكولوجيه. فلازم العادات الغذائيه في البيت للعيله، حتى لو احنا كنا ماشيين غلط نراجع نفسنا ونعمل نبطل المقليات، ما ندخلش سكر، ما ندخلش، افطره قبل ما ينزل اعمل له لانش بوكس صحي. دي بوينت 1. بوينت 2، لازم الام تساعد الانيشيتيف الحكومه عاملاها، هي ابتدوا ان هم يدخلوا الرياضه يعملوا حاجه الزاميه. لو انا ما عنديش الكونسبت اهميتها على الطفل نفسيا، ثقته بنفسه، تقليل العنف، تقليل العزله الاجتماعيه، سبيشال ان اولادنا بيرجعوا المدرسه لازقين على الموبايلز واحنا ما بنتكلمش ومستسهلين، افهموا اهميه الرياضه وكده كده كلنا بنروح ندفع قد كده في التمارين. صحيح. في الحاجات البرايفت، فهي صحيح. بدات معانا خطوه الحكومه فنستغلها. يعني ده تاني حاجه انه يعمل اهميته. ثالث حاجه بقى التحدي الاكبر، اولاد صغيرين في سن صغير ومطالبين ينزلوا المدرسه مع ظروف الكوفيد، فهنتكلم بس طريقه لبس الماسك، الكمامه. الكمامه لو هي من النوع ده اللي هو ده هو القماش، القماش حاجه ثانيه، ده اللي هو الفايبر العادي اللي في الصيدليات. فهي بتبقى ليها زي تانيات كده، بيبقى التانيات دي بتتلبس تبقى بصه لتحت، يعني ده الدايركشن الصحيح ان التانيات هتبقى لتحت، بيبقى فيه فوق حاجه حديد كده عشان تقفل على المناخير بتاعتنا، فالحديده دي تبقى من فوق والفولز او التانيات تبقى الدايركشن اللي لتحت. الطفل بنلبس الكمامه المفروض تغطي كل المنطقه لان هو بيدخل في اي اغشيه مخاطيه. فبنلبس وبعدين بنقفل النوز يعني بنقفلها كده عشان ما يبقى تبقى محكومه، ولازم تبقى مغطيه كل المنطقه دي. هيشد الكمام دي بقى الخطوره. طريقه قلع الكمامه هي القنبله الموقوته في وشنا. طريقه قلع الكمامه قنبله موقوته طبعا، لان انا ده الجزء اللي بيتكون فيه الفيروس، يعني هو جاي الهجوم عليا من هنا. تمام. فده الجزء مركز كانك خدت حاجه مركزه، ممنوع امسك اي حاجه من الجزء الامامي من الكمامه. لو عايزه اقلعها الطفل لازم يتعلم يقلعها من جنب واحد من ورا، ونقلعها بالطريقه دي وتترمي. مفيش احسن من كده ختام. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة شيرين متولي استشاري التغذية وعلاج السمنة، شرفتينا ونورتينا، شكرا جزيلا يا دكتور. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هيثم فتح الباب عضو اللجنة الاستشارية لتطوير الأنشطة بوزارة التربية والتعليم، شرفتنا ونورتنا وزودتنا دكتور هيثم. شكرا جدا، شكرا لحضرتك جدا. مشاهدينا الكرام، كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص أيام ويبدأ العام الدراسي الجديد، كل ثانية وحضراتكم بألف صحة وخير وسعادة. يا ريت تكونوا استفدتوا النهاردة من حلقة النهاردة جدا، سواء الكلام اللي قاله دكتور هيثم عن مادة التربية الرياضية أو الكلام الصحي اللي قالته دكتورة شيرين. لازم نخلي بالنا من ولادنا، ولازم نخلي بالنا من تغذية ولادنا. استراتيجية 5210 اللي قالتها دكتورة شيرين، هنهتم بالزيرو، بلاش أي سكريات خالص لولادنا. كل سنة وحضراتكم طيبين. استوديو الشارع هفضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما استوديو الشارع، نبض الشارع المصري.